وبركاته. عاملين يا جماعه زي ما عودناكم كل يوم في جديد، تنسوش الاشتراكات واللايكات والحركات، عايز الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس زي ما قلنا قبل كده. شعبنا يلا نحب بعضينا، وفيديو جديد ويوم جديد، وان شاء الله معانا في حلقات جميله جدا هتعجبكم، وان شاء الله ربنا يوفقنا ويسهل لنا الحياه. النهارده ان شاء الله هنوريكم ازاي تشغل كلب على المهاجم. طبعا ناس ياما بتتكلم على الشراسه، ناس ياما بتقول لك في ابر شراسه، ناس ياما بتقول لك الكلب بحبسه في ضلمه، الكلب بشكشكه في بوزه، الكلب بقرصه من ودانه، الكلب هو في حاجات بتنفع مع الكلب وحاجات ما بتنفعش. انت ممكن تنرفز الكلب، تقرص الكلب قرصه كده قرصه كده، ولكن مش لازم اللي انا اجيب بقى سكينه وادي الكلب، اللي انا احبس الكلب، اللي انا بكهرب الكلب، ابر شراسه، كل ده مفيش حاجه من دي. انت بتنرفز الكلب، بتوصله لدرجه اللي هو يتنرفز ويستفز ويخش ويهجم عليه. طبعا ناس ياما بتشتغل بالدراع وبالكرباج، طبعا في كلاب ياما بتشتغل على الكرباج مع احترام لكل الناس وعلى الدراع. طبعا انا لو انا بخش على كلب، واحد حرامي، واحد داخل يسرق، واحد يعمل اي حاجه، الكلب اتعود على الدراع، يبقى بالتالي لما هتيجي تخش عليه تهجم ممكن ما يخشش يهجم عليك، وممكن يخش يهجم عليك يمسك الماسكه اللي بيتعلق فيها وبيتشعلق والكلب ما يبدلش معاك. لكن احنا بنوصل المعلومه لكل الناس اللي مش بمقدرتها اللي هي تجيب مدرب او تشتغل او تعمل حاجه، بنوري له اللي انت تعمل ازاي مع الكلب. بتخش تنرفز الكلب، بتضايق الكلب، بتشغل الكلب، بترجع مع الكلب لورا، بتدي ثقه للكلب اللي الكلب يشتغل معاك زي ما هنشوفه دلوقتي. لان ناس ياما اصلا بتبقى مش مقدرتها تجيب حد مدرب او تعمل حاجه، فهات صاحبك، هات اي حد ينرفز الكلب، يضايق الكلب ويخش. طبعا احنا دلوقتي ولا هنشتغل بكرباج ولا بدراع ولا اي حاجه، احنا كل اللي بنعمله بنعمل ايه؟ بتضايق الكلب وتنرفز الكلب زي ما هنشوفه دلوقتي. انا بشجع الكلب وبمسك الكلب، وهيخش احمى معانا، ومعانا طبعا احمى توت الهمام الهاجم الفظيع الجبار، وطبعا بينادي الكلب بنفس الكلب، بحيث ان انت ما تخليش حد يلبس الكلب، وفي نفس الوقت الكلب يخش. طبعا انت بتبتدي مع الكلب واحده واحده، بتديله مثلا خرقه او قماشه او اي حاجه او دراع، بتشوف الكلب بيمسك او ما بيمسكش. الكلب ما بيمسكش يبقى انا هضطر اعمل ايه؟ اللي انا استمر معاه واحده واحده بالمضايقه وبالنرفزه لغايه ما اخلي الكلب يمسك زي ما هنشوفه دلوقتي. خش يا احمد كده، ويخش على الحاجه الثانيه. ناس ياما بتمسك الدراع بعد اذنك بس خلاص،
ناس ياما بتمسك الدراع الكلب متعلق فيه ويفضل واخد الكلب يمين وشمال وفوق وتحت. طب انا استفدت ايه كده اهو؟ اهو الكلب كده انا دخلت عليه ومسك الحاجه ورحت بايدي التانيه ورحت ضارب الكلب بخشبه بعصايه باي حاجه. يبقى معنى كده اللي انا مش عايز الكلب يتعلق، انا عايز الكلب يمسك الماسكه بتاعته، ومع ان لما هو يجي يسحبها مني اللي انا اخش بين الحاجه التانيه او بايدي التانيه الكلب يسيبها ويخش. زي ما هنعمل دلوقتي هنمسك احمد دراعه ونشوفه خشبه او حاجه ونشوفه الكلب هيعمل ايه معاها. دلوقتي زي ما قلنا بنعوده الكلب اللي ما يتشعلقش في الحاجه عشان لو دخل اي حاجه او مهاجم او حرامي او حاجه يدي للكلب ايده الشمال، الكلب يعرف يتعامل مع اليمين، مش زي ما احنا بنشوف معظم الحاجات اللي هو الكلب عمال يتعلق ويتشعلق. زي ما دلوقتي هنشوفه. خش يا احمد. تعالى. الكلب يبقى هاني، لازم تعود الكلب على الصوت. ممكن تجيب ازازه بلاستيك، فين الازازه؟ ازازه بلاستيك تعمل بيها كازعاج للكلب، الكلب يبقى عارف ان فيه خلاص كده ما يخافش من الصوت العالي. خش اهل ارض. آه. آه. الطرق ياما. ممكن تعمل ايه؟ انت عايز برضو تجيب حلة او حاجة وتخبط عليها. هات الكازاريلا، كازاريلة الاكل، وتخبط عليها مثلا بالخشبة بحيث ان انا ببقى عامل صوت ازعاج زي ما انت شايف. عملنا ايه؟ حاجات بسيطة قوي وحاجات ما تكلفكش حاجة بتشغل بيها الكلب، لكن بتعمل صوت ازعاج
اللي انت بتعرف الكلب ما يخافش من اي صوت، ما يخافش من اي حاجه، الكلب يخش، الكلب يهجم على اي حاجه زي ما انت شايف. ولازم تشجع الكلب. ناس ياما طول ما هي بتشغل الكلب والكلب كده هو يبقى قدامها يعملوا للكلب احسن ويعمل ويعمل للكلب، دي طريقه غلط جدا جدا جدا، لان الكلب بيبقى عادي اهتمامه للي قدامه. انا لما بعمل له كده اهو بخايل الكلب، بعرفه لكن في حد تاني داخل يهجم عليه، الكلب يروح ملتفت يمين او شمال، ممكن ينتش اللي جنبه بدون قصد. لكن تشغل الكلب لما المهاجم يبعد، انت بتشجع الكلب احسن احسن. جدع جدع جدع، شاط شاط، تشجع الكلب وتديله اهتمام ان الكلب عمل حاجه كويسه. ناس ياما بتشغل كلب جنب كلب او جنب كلب جنب كلبين، بيبقى لسه كلب جاي جديد عندك فبتشغله مع كلب تاني، بياخد منه الطاقه وبياخد منه الشجاعه، وبعد كده المفروض تشغله لوحديه. طبعا الكلب زي ما انت شايف دوت كنا محاطينه جنب الكلب دوت، بياخد منه الشجاعه. هنشغلوه برده ان شاء الله في الفيديو الجاي لوحده وبعيد عن الكلاب، هنشوف وضعه ايه، هيشتغل ايه. ونهايه حلقتنا النهارده، نرجو ان تكونوا قد استمتعتم معنا. والى هنا سادتي وسادتي تنتهي حلقتنا اليوم، والى اللقاء في الحلقه القادمه.